الشعب الأردني بمختلف فعالياته وفئاته يرافقه أبناء الجالية السورية في عمان يواصلون وقفاتهم التضامنية الداعمة لسوريا وجيشها الباسل. صرخة مدوية أعلتها معظم الشعوب العربية ومنها الأردنية مجددا منادية سوريا الصمود، نحن معك وإلى جانب حماة ديارك الذين نبتوا من ترابك وأزهروا مقاومة وتضحيات وانتصارات فوق الأرض العربية. أتيت لأقول لي حمد لكلاب الصهاينة مثل حمد ونبيل العربي، تعالوا وتعلموا الكرامة والإعزاز ومعنى الوطنية من أقدام الرجل السوري، من أقدام الجند السوري الذي يصنع النصر ويكتب التاريخ للعرب. تحية للجيش السوري، ألف إعزاز وألف كرامة وألف تحية وألف محبة لهذا الجيش الذي يكتب تاريخنا في العالم من جديد ويسقط كل المؤامرات وكل الخيانات وكل التقسيمات. أتينا وكلنا ثقة بأن جيشنا العربي السوري سينتصر. جينا لنوقف مع سوريا، سوريا الصمود، سوريا العز، ونضل واقفين معها وإن شاء الله تضل سوريا بخير. أمام السفارة السورية في عمان وجه الأردنيون بمختلف فئاتهم ومعهم أبناء الجالية السورية رسائل الإدانة للعدوان الإسرائيلي على سوريا، منوهين أنه ردا على إنجازات الجيش العربي السوري وللتغطية على هزائم أدوات الكيان الصهيوني من العصابات المسلحة ومموليها. هذه مؤامرة أمريكية صهيونية قطرية على بلدنا الحبيبة سوريا، وإحنا إن شاء الله سنظل وسنبقى واقفين بمساندة أخواننا السوريين والفلسطينيين لآخر قطر الدم وبآخر نفس إن شاء الله. إن العدوان الصهيوني على سوريا العروبي هو استمرار للعدوان الصهيوني منذ عام 48 على الأمة، وهم يرتكبون المجازر عبر كل تاريخهم على الأرض العربية في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين. كما وقف المشاركون في هذه الفعالية وقفة تقدير وإجلال لأرواح شهداء سوريا. الله يرحم جميع الشهداء، والله إن شاء الله يصبر أمهاتهم، وإن شاء الله ربي بيبعدن عنا هالمجرمين الغدارين اللي اخذوا بيوت. الله يغضب على اسرائيل، والله يغضب له جيش الكر هذا اللي عمل فينا، اللي خرب بيوتنا خرب بلدنا، بس ان شاء الله منعمرها ان شاء الله. الشهداء اللي قدمتهم سوريا يعني شيء عدد مش بسيط، يعني هم بيستحقوا منا على الاقل وقفة، يعني هذا اقل ما بنقدر نقدمه للشهيد السوري. هذه هي صورة سوريا في عيون كل عربي مقاوم وشريف، صورة سجلها ورسمها التاريخ ورجال سوريا الشرفاء المقاومون بأحرف من ذهب. طالبت